حبايبي الغاليين اهلا بيكم. طبعا النهارده اول يوم ده بيكون ليه عشاق كتير بصراحه. النهارده اللي بيحب السمك واللي ما بيحبش السمك هتعجبه قوي حلقه النهارده. ليه بقى؟ علشان احنا هنشتغل زي ما بقول لكم بحاجه كلنا بنحبها كل قليله التكات تكون يعني ممكن تكون معرفتش تاكلها صح او اكلتها من حد مش عاملها صح. محدش يقول للجمبري لا صح. النهارده وصفاتنا للجمبري. جمبري خطير حلو كده. هنعمل منه طبقين يعني طبق كل طبق فيه هو طبق رئيسي اساسي. يعني لما نعمل مثلا شويه مكرونه بالجمبري بصوت جدا 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 اللي هيرو فيها الجمبري والمكرونه بمقادير مفيش اسهل من كده. وطبعا مفيش اسرع من كده لانها في حله واحده. اذا انت هتعملي الاكله في حله واحده هتقفي بالظبط هو وقت سلق المكرونه 10 دقائق وقت تسويه الجمبري. طبعا الجمبري بياخدش معايا وقت خالص في التسويه فهتلاقيكي هوب على طول خلصتي الاكل واكلتي وشطبتي مطبخك وبصي وقاعده ورايقه ومفيش حاجه بقى خلاص خلصنا شطبنا كده. تعالوا بقى نقول المقادير ونشوف قد ايه هي سهله وبسيطه انما ايه بيرفكتو زي ما بيقولوا. تعالوا نقول المقادير. اول حاجه هنعملها هي ان احنا هنجيب جمبري دول 350 جرام. طبعا اقدر ازود عن كده اقدر اقلل عن كده دي حاجه ترجع لي حاجه ايه ترجع لي. طيب وبعدين عندي هنا بقى زيت زيتون وبابريكا وكمان عندي ثوم مفروم ملح وفلفل اسود. عندي كمان طماطم مكعبات بقدونس مفروم وزبده اختياري لو عايزين تعملوها صيامي هتشيلوا الزبده. اتفقنا؟ طيب عندي بقى عصير ليمون ده اساسي في الوصفه علشان يخلي طعم المكرونه مختلف بالجمبري. معلقتين كبار صلصه ومعلقتين كبار صويا صوص. ممكن لو ما عندكيش صويا صوص استغني عنها بس لو موجوده اضيفيها هتديكي طعم حلو قوي. وطبعا كيس مكرونه شرايط خلاص. وبعدين هاخد شويه ميه من المكرونه علشان اعمل بيهم صوص. وللوش انا ممكن احط موتزاريلا وممكن ما احطش خالص خالص. هي المكرونه كده ممكن احط موتزاريلا وممكن ما احطش خالص. بصوا يا جماعه دلوقتي طالع مكان بيبيع المكرونه بيعملها جمبري بقشرها. انا مش قادره بس اجمع ازاي انا باكل مكرونه واحط ايدي واكل الجمبري. المكرونه دي المفروض ان انا اكلها بالشوكه او بالمعلقه. فعشان كده بصراحه هتلاقوني في اي وصفه لا ما طالما الجمبري هحطه في حاجه والحاجه دي بتتاكل بالشوكه فانا لازم هتلاقوني مفصصه فهو متفصص جاهز عندي. طيب بصوا مقادير سهله وبسيطه احنا كل اللي هتكلفه هو الجمبري ان شاء الله بس كده. طيب هعمل ايه بقى؟ هروح حاطه شويه زيت زيت زيتون او زيت عادي براحتك خالص. هقول لك على حاجه كمان انا بترجت جدا الوصفات دي في الصيف. ليه؟ علشان نقف وقت قليل مطبخ حر. المطبخ عندنا طبعا مهما يعني مهما كانت الشقه رطبه هيفضل طول ما الفرن شغال او البوتاجاز شغال فالدنيا حر. فانا بترجت في الصيف وصفات كده 10 دقايق وحله واحده. هنا بقى هحط ايه المكرونه بتاعتي في الميه اللي بتغلي والميه بحط لها ملح فقط. الميه بحط لها ملح فقط اهو. اتفقنا؟ وهسيبها بقى تستوي. سوري اجي بقى على ايه الكاست ايرون بتاعتي. انا حطيت زيت هحط زبده وزي ما قلنا احنا ممكن نحط زيت بس وما نستخدمش زبده خالص اهي. طبعا الزبده بتحلي من الطعم لكن لو صايمين فمش هنحط زبده خالص وهنكتفي بالزيت بس. بردتها شويه كده اروح حط اول حاجه الجمبري. عندي لازم اول حاجه كده الجمبري وبعدين ثوم وبصل واي حاجه تانيه. ثوم وبصل واي حاجه تانيه اهو. اول ما احط الجمبري طبعا في حاجه انا بقولها بقول الجمبري ارنز معايا. بصوا يعني ايه ارنز معايا؟ يعني يتحول للون الاورانج كده وده دليل ان هو بيستوي معايا
بسرعة جدا، ودليل ان عندي هنا الجمبري على فكرة فريش اهو. الجمبري على فكرة ما بياخدش وقت خالص في التسوية، هو بيستوي بسرعة جدا، خلوا بالكو ما بياخدش وقت خالص في التسوية. عايزة بس ايه اشغل النار دي بس كده واقلل دي. هحط بقى هنا للجمبري شوية بهارات بساط قوي، اللي هي ايه، ملح، حاضر، بابريكا، وشوية كمون بساط، وفلفل اسود. يا مودة يا مودة يا مودة مودة راحت يا ملك. ايه عاملة ايه يا ملوكة؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ كويس ملك. انا هطلب منك طلب يا ملك. كويس الحمد لله. ماشي، انا هطلب منك طلب رجاء خاص. لا احنا كده مش هنا. بص يا ملك، وطي التلفزيون بسرعة، وطي التلفزيون بسرعة. اين انت يا ملك؟ بصوا يا جماعة، اي حد يكلمنا علشان يعرف يسمعنا وعشان نعرف نتكلم مع بعض، ضروري ان هو يدخل على طول يعمل ايه، وطي التلفزيون يسمعنا من التليفون، لان هنفضل كده اللي هو الو فهي ما تسمعنيش، تسمعني بعدها بمده، وبعدين اجي اتكلم تاني، عارفين كده. بصوا بقى المكرونه هنا لازم اقلبها اهو، والجمبري هنا بيفرقع عادي جدا. ما بحط الزيت ليه يا جماعه؟ ما بحط الزيت في المكرونه علشان الزيت بيفصل الصوص عن المكرونه. ايه اللي بحطه في المكرونه؟ هو الملح بس، بحط في الميه ملح فقط لا غير، ما بحطش ابدا ايه، ما بحطش ابدا زيت خالص. طيب هعمل ايه بقى؟ انا مش هعمل طبعا زي ما قلت لكم اي حاجه قبل ما الجمبري عندي هنا يلون واحس انه اخد لون حلو، وكمان تسويه اهو، شايفين لون وتسويه. اكتر من كده يا جماعه هلاقي الجمبري عندي قلب كاوتش، مش يقصم، هلاقيه قلب كاوتش. التسويه الزياده تخلي الجمبري على طول طعمه مش حلو، ولا كمان قطمته حلوه. طيب الجمبري كمان ما يحبش بهارات كتير وتوابل كتير، لا هو يحب كده الواحد يستمتع بطعمه. الزبده طبعا بتفرق جدا في الجمبري. انا عندي هنا على كيس مكرونه عامله اهو 350 جرام، تقدري انت تزودي الكميه زي ما انت عايزه. طيب هحط ايه بقى؟ ثوم. احط ثوم، اوسع له كده واحط له ايه، ثوم. الثوم بيفرق جدا في طعمه طبعا، يعني جمبري يعني سمك. يا شيرين. ايوه يا حبيبه قلبي، ازيك يا بيبي؟ انت وحشتيني قوي يا شيرين. لا انت اللي وحشاني اكتر والله. عامله ايه يا حبيبتي؟ بس انا بحاول اتصل بيدي، يا اما غير متاح يا اما مشغول، وانا في وقت كده كان عندي دور برد جامد برضه انقطعت شويه. الف سلام عليكي يا حبيبتي. الله يسلمك يا حبيبه قلبي. الف سلام عليكي. طب عامله ايه دلوقتي؟ لا الحمد لله، الحمد لله احسن. سلامتك الحمد يا حبيبتي لله. الف سلامه. الله يسلمك يا روح قلبي، وحشاني وحشاني جدا. جدا انا كانت ست ام شروده بتسال عليكي، وكذا حد حبيبتي يقول لي هي عندها ثانويه عامه ولا ايه، ما بنسمعش صوتها ولا ايه؟ قلت لهم على اعتقادي لا، كان عندها السنه اللي فاتت. كان عندي اعداديه بس، والحمد لله نجح. حياتي. الحمد لله، ربنا يفرحك بيهم دايما يا حبيبتي. يا رب تفرحي باولادك كده على طول. ربنا يخليكي ليا. طب قولي لي ايه رايك في اللي احنا بنعمله ده؟ هو ده غير الوايت صوص؟ الوايت صوص لا، دي مش وايت صوص خالص، مش وايت صوص. لا دي حاجه جديده يعني. دي حاجه كده حلوه قوي هتعجبك. ان شاء الله هتعجبني طبعا طالما من ايدك الحلوه. ربنا يخليكي ليا. قولي لي، طب ايه اكتر حاجه بتستسهليها في الحر وفي الصيف؟ هو يعني اللي هو ساعه ما نقول ما عندناش اكل نعمله او كده، ممكن اجيب رنجه واشويها واعملها. الله. رنجايه كده حلوه كده. لا دي حلوه قوي. لا ده حلوه قوي قوي الاوبشن ده، خطير. ايوه. او فسيخيه. ممكن صح. بس في الحر غالبا ما بنجيبش فسيخ، يعني غالبا ما بنجيبش فسيخ. لا هو في الفريزر حضرتك، وانا بطلع كل ما اكون كده. مش عارفه في الفريزر لما تكوني عاملاه بايديكي كمان. أيوة. الجميله دي. ايوه, أيوة هو ده كده بالظبط. واروح بقى مطلعه وايه، واكله، وعامله ليمون، وملدنا بقى شويه عيش. ها
واخده بالك أيوة. انت صح، واروح مدياله بألف هنا وكفايه حياتي. تسلمي لي، ربنا يخليكي ليا، ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. كنت عايزاكي تعملي لنا السويسرول. عيني حاضر، وحشني كده، بقالي كتير ما عملتوش من زمان. أستاذة. من وانا يمكن في ثانوي ما عملتوش. معقوله؟ طيب عيوني نعمله، نعمل اسهل سويسرول ان شاء الله. تسلم ايديك يا حبيبتي. تسلمي لي يا حبيبتي، مبسوطه جدا ان انت كلمتيني، كنت وحشاني قوي، نورتيني يا شيري بجد. انا حطيت ايه بقى يا جماعه؟ حطيت طماطم، حطيت صلصه على الجمبري، وحطيت كمان فلفل حار، وطبعا ده اختياري، ممكن احط فلفل رومي، ونحط صويا صوص، وقلت لكم دي اختياري لو عندكم اساسي، يعني لو مش عندكم خلاص. بصوا بقى الصوص عندي بقى عامل ازاي. طيب الطماطم دي يا جماعه هي هتدبل طبعا دلوقتي، بصوا الصوص عامل ازاي عندي، هتدبل طبعا دلوقتي، خلوا بالكم، وهتطرى كده، وده اللي انا عايزاه. طبعا ممكن احط طماطم شاري لو عندكم طماطم شاري، بس انا بحب جدا استخدم المتاح قدامي، ولو مفيش طماطم شاري عادي بقطع طماطم او بديها ضربه في الكبه صغننه جدا وبحطها. انا بحب كده طعم يا جماعه الطماطم يكون قطع في اي اكل، هتلاقوني اقول لكم ايه، ما نضربهاش قوي، نخليها خشنه، قد ايه بيفرق فعلا الطعم. بصوا لونها عامل ازاي، بصوا خطيره ازاي، هي فكرتكم باللي انتوا بتشوفوه على الانترنت والسوشيال ميديا والحركات دي. طيب تعالوا بقى لحد ما المكرونه عندي تتسلق، وعندي هنا بس تاخد غلوه بسيطه قوي، نروح لفاصل ونرجع نشوف هنعمل ايه. استنينا. هذا البرنامج برعاية ايه رأيكم في اللون؟ ها؟ ايه رأيكم في اللون؟ خطير. طب هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هقول لكم، هاخد كبشتين ميه من سلق المكرونه، كبشتين بس خلاص، وبعدين اروح واخده بقى المكرونه نفسها ذاتها كده، واروح حطاها هنا كده. الله، اتفرجوا على الحلاوه دي بقى يا جماعه، بتتاكل في قلب ايه الكاست ايرون كده. طبعا كل واحد بياخد في طبقه، لكن ما يعني انا مش هقدمها ولا اي حاجه، انا هسيبها كده واقلبها وخلاص كده، شكرا. خطيره خطيره، وما اخدتش وقت خالص، ده احنا كده بالحكاوي وبالتليفونات، لكن تخيلي انت واقفه بتعمليها مش هتاخد وقت معاكي خالص. احنا ايه اللي مخرطينه؟ هي بس شويه الطماطم. يا حاجه نعمه، يا حاجه نعمه، من ساعه ما اسماء ما سمع وحشتوني، قولوا لي الحاجه نعمه لازم تكلمنا كل يوم. ايه الحلاوه دي بس؟ ايه الحلاوه دي؟ قبل اي حاجه ادينا اغنيه، قبل اي حاجه. طيب اقول لك، حاضر. نه ده دينا تقول لي، بصي اوعي اوعي. وانت معايا يصعب عليا، رمشت عينيا لو حتى ثانيه، يصعب عليا لا يغيب جمالك، لا يغيب جمالك ويغيب دلالك، دلالك ولو شوية. ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ والله سكر 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 سكر. انت اللي جميلة حياتي، ربنا يخليكي ليا. عاملة ايه يا حبيبتي؟ الله يخليكي. ايه بصي، انت ما ينفعش يوم يعدي من غير ما تكلميناش، ما تعرجيش. الله يخليكي. انا حاولت اكلمك امبارح ما عرفتش، انت كنت بتختمي بقى. حقك عليا، بس بصي يعني مش عايزة اقول لك. يا روح قلبي، انت لازم تسيبي رقمك. ما يعجبها الصوت يا بوفي. بقول لك ايه، انا راضي وابويا راضي، مالك انت يا قاضي.
احنا ما بناخدش راي حد هنا، احنا مبسوطين خلاص. لا طبعا مين ما يعجبهوش صوتك؟ مين ده؟ كفايه روحك وادائك، ربنا يخليك. عارفه كده ضحكتك اللي باينه وانت بتغني، والله انا مبسوطه قوي. الله يخليكي. وسيب لنا رقمك عشان اليوم اللي مش هتتصلي فيه احنا هنكلمك. ده كله من ذوقك يا حبيبتي يا روح قلبي، انت اللي جميله. ما انا كنت سايبه رقمي قبل كده. حاضر عينيا والله بجد. ماشي. لا ده لسه رنا بتقولي لا دي تسيب لنا رقمها. حبيبتي ده انا كنت عايزه اغني اغنيه عشان الشمس والحر يعني. اتفضلي المايك معاكي يا حاجه نعمل لحد ما تزهقي. قلت بقى اقول لك جمالك وحلاوتك طبعا. حياتي والجمبري النهارده. حياتي انت والله. انا ما بيفوتش اسبوع لما اكل جمبري. شفتي يكسب بصراحه بجداره. مجرم مجرم. أيوة. طعمه خطير وياكل، والوصفه دي هتعجبك جدا لانها بسيطه. اه يا جميله فعلا. انا جربت وصفه الفطير، كان عندي الدق في الفريزر. الله بقى الله. وجبت جلاش وعملت الفطير اللي انت عملتيه. تعيشي وتعملي ما بياخدش وقت خالص. الله خطير. وانا فعلا كنت بكسل من ناحيه الجلاش ده، بس انت سهلتيه. اي خدمه اي خدمة. حبيبتي حبيبتي انت. ربنا يخليكي ليا. يا ربي يخليكي ليا. يلا غني لنا اغنية بمناسبة ال كنت عايزة اقول بمناسبة الحر. اقول قولوا لعين الشمس ما تحماشي، لحسن حبيبي حبيبي اللي صابح ماشي، يا حمام ترى قبله قوام، يا حمام خليله الشمس حرير، يا حمام يا حمام ترى قبله قوام، يا حمام خليله الشمس حرير، يا حمام. طبعا انا حافظه الاغنيه. انا مبسوطه قوي. انا مبسوطه قوي. عارفه بجد مبسوطه ان انت بتعملي حاجه انت بتحبيها بجد. حبيبي. والله انا دايما ادندن. كنت دايما حبيبي الله يرحمه جوزي، كنا دايما نقعد نغني ونسجل. بقى كان عندي عود انا. يا روحي ده انت فنانه بقى بتعزفي كان كمان. كان عندنا عود يا روحي. اه والله كنا نقعد ندندن بقى ونسجل اغانينا يا حبيبتي. يلا اديكي طولة العمر. مفيش حد واخد منها حاجه يا بيبي. اديكي طولة العمر يا حبيبتي. اديكي طولة العمر. ربنا يخليك. انا مبسوطه قوي. مش احسن من الانسان يسعد نفسه. ده حقيقي. مفيش حد هيساعدك، انت تساعدي نفسك. ده حقيقي ده حقيقي. يا ريت كل اللي بيسمعك كده بجد ياخدها ان مفيش حد هيساعدك. مفيش حد يقول لك تعالي اما اساعدك. انت لازم تساعدي نفسك، شوفي ايه السعاده فين وتدوري عليها. مفيش حد واخد حاجه طالما بتدي ربنا حقه خلاص. انا معاكي جدا جدا جدا. انت بتدي ربنا حقه، بتصلي بتشوفي طلبات الخير اللي بتعمليها، الحاجه اللي الخير اللي بتعمليه، وساعدي نفسك يعني. ما خلاص انا معاكي جدا جدا جدا. مبسوطه قوي وبحبك قوي، بحب اسمع صوتك وخلاص اتمناكي. بصي هنا عايزين والله بتغيري المود وبتغيري الجو. شكرا شكرا شكرا. انت جميله انت جميله انت اللي جميله يا حبيبتي. ربنا يديك الصحه يا حبيبتي ويخليكي لكل حبايبك ولينا، ويخليك لاولادك يا رب، ويخلي لك ماما وبابا وتسلم ايديكي على كل حاجه بتعمليها. تسلمي لي يا حبيبتي. والله يا حبيبتي. شكرا. والله شكرا. طبعا انا عملت الفطيره بس مش هتطلع احلى من بتاعتك. لا طبعا اكيد احلى مليون مره. وانا اجي جنبك ايه اصلا؟ دي اكيد لا احلى مليون مره. لا يا قلبي ربنا يخليك. طبعا انا ببقى مش قد كده، بس ببقى قاعده مع نفسي بندب، بيبقى الصوت احلى. بس معلش صوتي ممكن يوصلك. صوتك حلو قوي وحياتك عندي، صوتك حلو قوي. بصي عايزه اقول لك انت صوت واداء. وحياتك عندي انت صوت واداء. صوتك مبهج يعني. عارفه انت مش بتغني كده. اشكرك اللي ورا الكاميرا كلهم يا روحي، بحبهم. والجميله اللي بترد عليا اللي زي العسل دي اشكرالي كتير. او رحمه او مين تاني؟ اشكرهم لي كتير حبايبي. والله حبيبتي ربنا يخليكي. ربنا يخليكي ودايما دايما ربنا يديم عليكي نعمه يا رب. وقفتك دي يا حبيبتي يا رب. يا روح قلبي وسمع صوتك وسمع صوتكم كلكم. الله يخليكي. شكرا. الله يا حبيبتي نورتينا وامتعتينا. ربنا يخليكي. والله صوتك جميل وادائك جميل
وضحكتك يعني في صوت كده مبهج تحفة بجد. طيب عندنا ايه بقى؟ بصوا والله بصوا طبقة ايه؟ انجر المكرونة اللي احنا عاملين. بصوا خطير ازاي؟ انا جايبة 350 جرام جمبري. بصوا موزعهم ازاي؟ خطير بسيط. المكرونة انا مش عايزاها ملونة قوي، حكاية هتعجبك.